ثابكم الله. رجل كان يسعى ثم أقيمت الصلاة وهو لم يكمل الشوط السادس، فقطع السعي للصلاة ثم أكمل السعي من حيث ما وقف، فما حكم فعله؟ فعله صحيح إن شاء الله، لكن الأولى والأحسن والأحوط أنه بدأ هذا الشوط من أوله، رجع إلى الصفا وبدأه من أوله. لكن ما دام أنه بدأ من المكان الذي صلى فيه وأكمل الشوط، طوافه سعيه صحيح إن شاء الله.